5 أيام من التصعيد العسكري في الحديدة، هل تم اتخاذ قرار تحرير الحديدة كلياً؟ أم أنها تقدمات مؤقتة لتحقيق أغراض سياسية على طاولة المجتمع الدولي؟ المدنيون بين هذا وذاك، من سيتحمل مسؤولية حمايتهم؟ أهلاً بكم. اشتدت المواجهات العسكرية في أطراف مدينة الحديدة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، ووصلت الاشتباكات إلى شارع 90 ومدينة الصالح داخل الحديدة. وتأتي هذه التطورات بعد ارتفاع الضغوط الدولية والأممية على التحالف لإيقاف الحرب التي يخوضها في اليمن منذ 4 سنوات. هذه ثالث عملية لتحرير يطلقها التحالف العربي بشأن الحديدة خلال عام واحد. لكن البعض هذه المرة يتوقعون أن يتم دحر ميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة نظرا لتعنت مواقف الانقلابيين الحوثيين من الحلول السياسية. ناشطون أطلقوا تخوفات من سيطرة الإمارات والميليشيا الخارجة عن إطار الشرعية على الوضع في الحديدة إذا ما أنجز التحرير، في الوقت الذي توالت فيه المواقف الرسمية لمسؤولي الحكومة الشرعية بتأييد هذه العمليات العسكرية التي يقودها التحالف بالدرجة الأولى. لليوم الخامس على التوالي يستمر تصعيد القوات الحكومية المسنودة من التحالف على ميليشيا الحوثي في الحديدة. من 3 جهات تحاصر هذه القوات مدينة الحديدة في محاولة لإحكام الحصار عليها وإجبار الميليشيا على الاستسلام. هل تم اتخاذ قرار تحرير الحديدة؟ أم أنها إحماءات لتقوية الموقف التفاوضي فقط؟ ما يجعل المتابع يتشكك هو إعلان التحالف والشرعية انطلاق عملية تحرير الحديدة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، بينما يتم توقيفها فجأة بعد أيام أو أسابيع مثلما حصل في آخر عملية حين أوقفها وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بتغريدة في تويتر أواخر يونيو الماضي. ظروف هذا التصعيد اليوم تأتي بعد تصريحات وزير الدفاع الأمريكي بضرورة إيقاف الحرب في اليمن خلال 30 يوما. تلا هذا التصريح مواقف لمعظم الدول الكبرى، بالإضافة إلى الأمم المتحدة تطالب بإيقاف الحرب وانسحاب التحالف من اليمن. فهل هذا التصعيد محاولة لاختطاف نصر استراتيجي قبيل إتمام أي تسوية سياسية؟ أم أنها صحوة متأخرة من قبل الرياض وأبو ظبي بأهمية تضييق الخناق على الحوثيين؟ منظمة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى أطلقت نداءات إنسانية لإغاثة المدنيين داخل الحديدة مع اشتداد المواجهات وتعرضهم لخطر أكبر. وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي صرح بأن ميليشيا الحوثي اعتلت مبنى مستشفى 22 مايو وعددا من العمارات المرتفعة في شارع زايد القريب من المواجهات. يدفع المدنيون فاتورة الحرب في كل مكان، غير أنهم في الحديدة يدفعونها بالتقسيط ما بين تردد التحالف واستماتة الحوثيين. فهل ستكون الأيام القادمة آخر آلام أبناء الحديدة أم أنها بدايتها؟ إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الصحفي وديع عطا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ وديع. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك مجددا أستاذ وديع. الحديدة قبلة الصراع السياسي والعسكري أيضا، كيف تقرأ ما يحدث الآن في الحديدة كونك ابن هذه المدينة ومطلع على كثير مما يدور فيها؟ نعم، الحقيقة بأنه ما يجري في الحديدة يفرح به كثير من أبناء الحديدة. لماذا؟ لأنه سيحررهم أول حاجة من أن يخرجوا ويتحرروا من الحوثيين الذين قسموا على صدور أبناء هذه المحافظة لمدة 4 سنوات. الحديدة كانت الهدف تقريبا التالي بعد صنعاء استراتيجيا من قبل الحوثيين حينما نزلوا إلى الحديدة بغية السيطرة على الميناء وبغية السيطرة أيضا على كل المنافذ المالية التي يمكن أن تدر عليهم كثيرا من الموارد التي يمكن أن تغذي كثير من الجبهات التي حينها اشتعلت تباعا في البيضاء نذكر، وفي تعز وكذلك في عدن. استخدم شواطئ الحديدة وسواحل الحديدة ممتدة على 300 كيلومتر تقريبا بالطول من الخوخة حتى اللحية، استخدمت لأكثر من مرة كذلك.
باستخدام القوارب التقليدية أيضا بتهريب المسلحين إلى عدن أيام المعارك في عدن، واستخدمت أيضا لاستقبال كثير من السلاح أيضا لمد الحوثيين في معاركهم على مستوى اليمن بشكل عام. اليوم هذه فرصة للأسف للمرة الثالثة يعلن عن عملية عسكرية بعيدا أيضا عن وزارة الدفاع اليمنية رسميا يفترض أنها تكون شريكة في أي عمل عسكري لتحرير هذه المحافظة. ثانيا يعني أبناء المحافظة يعني يعانون حالة إنسانية يعني يمكن القول بأنها أصبحت مضاعفة بفعل الحرب واستمرار المواجهات وإطالة أمدها. أيضا 5 أشهر كانت كافية أن تعطي الحوثيين مهلة يعني أو فرصة ليعززوا تواجدهم من المقاتلين. تقصد من الإعلان الثاني تقريبا؟ يعني هي في بداية يونيو أولا كان الإعلان الأول للعمليات العسكرية، ثم تم توقيفه بشكل مفاجئ على أساس ليعطى الميليشيا فرصة للذهاب إلى المفاوضات التي كانت حينها، لكن للأسف الميليشيا استخدمت هذه الفرصة الزمنية أيضا لتعزز جابت من إب ومن وصاب ومن كل مكان جاء يعني إلى الحديدة، ورفعوا أيضا شعارات وهاشتاجات الحوثيين لتعزيز تواجدهم العسكري داخل الحديدة. مع الأسف التحالف لم يكن قاد بشكل يعني حقيقي يعني ليحسم المعركة مبكرا، مع أنه كان يمكن أن يحسمها بذلك. كان لدينا مؤشرات أولية كنا نتابعها أولا بأول في مدينة الحديدة، كانت هناك لدينا تصلنا صور للأسبوع الأول للهجوم في يونيو الماضي بأن هناك قيادة حوثية بدأت يعني تنزح بأسرها وترحل، وكان هناك بعض الأطقم أو الناقلات تنقل أثاثهم أيضا وتهرب بها، بدأوا يعني ينهبون بعض المؤسسات الحكومية والبيوت التي كانوا يسيطرون عليها. كان هناك فعلا يعني بداية رحيل وهروب للحوثيين من داخل مدينة الحديدة، لكن الإعلان المفاجئ جعلهم يسترجعون أنفسهم أيضا ويعيدون أيضا التموضع داخل مدينة الحديدة. حفروا الأنفاق، حفروا الخنادق، قطعوا أوصال مدينة الحديدة والشوارع، تمركزوا على أبرز الفنادق والمرتفعات والعمارة المرتفعة داخل المدينة، تمترسوا أيضا بالمدنيين وجعلوا المدافع والمضادات أيضا وسط الأحياء المدنية. واليوم ها نحن اليوم يعني قبل ساعات تأتينا أخبار أيضا بأنهم بدأوا أيضا يطردون بعض الناس من حي 7 يوليو الذي هو اليوم خط نار مع القوات التي وصلت إلى الحديدة إلى المدينة. يعني نعم، إذن يعني الحديث الآن يدور حول انتزاع الحديدة من الميليشيا، يعني هل تعتقد أنه جاء بمثابة رد عملي على رفض الميليشيا العودة لطاولة المشاورات، أو أيضا اكتساب فرصة إن ما تمت المشاورات خلال 30 يوم كما يعني يتم الحديث حول ذلك أن يعني تسيطر الحكومة الشرعية على أكبر رقعة ممكنة؟ هناك من يقول بأن الحوثيين يريدون أن يعني أن القوات الإماراتية ومن ترعاها أيضا من القوات المشتركة داخل الحديدة قوات العمالقة والمقاومة التهامية يريدون أن يحسنوا شروط التفاوض مع الحوثيين، لكن الحقيقة التي يفترض أن يعرفها الجميع أيضا بأن الإمارات بعد خصوصا بعد إعلام بامبيو وماتيس أنه لابد من إيقاف الحرب في اليمن خلال 30 يوم أنها وكأنها مهلة، يعني أيها الخليجيون احسموا أمركم. التحالف أثبت فشلا فيما يتعلق بالجانب الإنساني، وأثبت أيضا فشلا فيما يتعلق بالحسم في الجانب العسكري. لو تذكري في خلال أول 48 ساعة لعملية إعادة لعملية عاصفة الحزم كان أحمد عسيري حينها وهو الناطق حينها أعلم بأنه تم القضاء على أكثر من 80% من القدرة الصاروخية للحوثيين. حينها استنشقنا الصعداء وقلنا ربما يتم الحسم خلال الأسبوع. كثير أريد يعني يمكننا أن أجزم أيضا بأنه أكثر من 90% إلى 80% من نزحوا كانوا يعتقدون بأن النزوح سيكون مؤقت لأسابيع أو لأشهر بالكثير ثم سيعودون لمنازلهم. اليوم للأسف طال الشهر الذي قال عنه محمد بن سلمان، قال أنه كان يستطيع أن يحسم المعركة في اليمن بشكل عام خلال شهر ويستطيع أن يدخل إلى صنعاء خلال يوم. امتد هذا الشهر إلى 4 سنوات وهذه السنة الرابعة، واليوم إلى صنعاء يعني واليوم الذي قال سيقتحم فيه صنعاء تجمد على 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 أبوابها في نهم، ولا ويعني ويتم منع القوات المتأهبة للدخول إلى صنعاء. الزحف نحو الحديدة في المرة الأولى مثلا والزحف خلال ساعات في الأيام الأخيرة، وما شهدناه أيضا في جبهة مريس ودمت يعني من تسارع اللحظات، وكيف أن الناس استقبلوا طلائع المقاتلين من المقاومة والجيش الوطني ويصيحون لا حوثي بعد اليوم، وكيف أنهم يفرحون بالانعتاق من حكم الحوثي. الدليل بأن المقاومة اليمنية
بمقدراتها البسيطة تستطيع أن تدحر هؤلاء الحوثيين، وأن هؤلاء الحوثيين فقط عبارة عن عصابات جبانة ومرتزقة، في لحظة ما يمكن أن يفرون هرباً لأنهم ارتبطوا فقط بالحوثي ارتباطاً من أجل المصروف ومن أجل المردود المالي الذي يحصلون عليه كراتب. في ظل انعدام الرواتب ويعني وانعدام فرص العمل، كثير ممن تجندوا مع الحوثيين خاصة من الطبقة الفقيرة يعني ذهبوا، يعني يريدون أن يعوضوا كمصادر دخل. إضافة إلى ذلك يعني بعض العقدين الذين يتبعونه أيضا الآن أستطيع أن أقول بأنه تم القضاء على أكثرهم من خلال معارك الاستنزاف في تعز وفي البيضاء وفي مأرب وفي أكثر وفي الجوف كذلك وفي أكثر من جبهة. لذلك يعني أعتقد بأن الإمارات تريد أن تسرع من حسم المعركة لتصل إلى الحديدة الميناء وليس الحديدة المحافظة، لأنه حتى الآن ولا بد أن نكون صريحين أيضا مع الناس بأن الحديدة حتى الآن كمديريات لم تحرر منها مديرية واحدة بشكل كلي. على المديريات التي يعني أو خط المعركة كيف يمشي؟ هل الهدف فعلا التوجه نحو الميناء؟ يعني العملية العسكرية الآن واضح جدا بأنها يعني هي التفاف عسكري جاء من جهة الغرب إلى الشرق عبر كيلو 10 وكيلو 7 في هذه المنطقة المحصورة بين كيلو 10 ما بين كيلو 16 ومدخل الرئيسي لمدينة الحديدة، ثم ذهبوا شرقا يعني توغلوا نحو الشرق مباشرة إلى المناطق المحيطة بمدينة الحديدة، يعني لم يذهبوا حتى إلى طريق باقل والمراوعة، ولعل الخرائط التي تم تداولها مؤخرا وهي أصح الخرائط تقريبا هي خارطة الشرق الأوسط، خارطة حروب خرائط حروب الشرق الأوسط الذي كانت على تويتر، وأعتقد لو الشباب يعرضوها ممكن نعم سيتم تتضع. نعم يعني نعرض الخريطة قبل ذلك أو نأخذ الاتصال. نعم إذن نعم. قبل أن نتحدث ينضم معنا عبر الهاتف الصحفي بسيم الجناني. مساء الخير أستاذ بسيم. مساء النور على ضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ بسيم، ما هي معلوماتك عن التطورات العسكرية في الحديدة؟ نعم، لأن خلاصة ثلاثة أيام من المعارك يمكن يعني توضيحها في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو شرق الخمسين وطريق الحزام الأخضر أو الحزام الحامي للمدينة الحديدة عن طريق التراب الصحراوي، وهو الجديد الذي التفت عليه المقاومة المشتركة والتقدم نحو خلف كلية الهندسة تجاه قبالة مدينة الصالح، وهي على بعد حوالي 5 كيلو تقريبا من خط الشام وبوابة ميناء الحديدة. ولا تزال هناك المعارك طبعا محتدمة بشكل متواصل على مدى 3 أيام، وحجز الحوثي إلى تلك المنطقة واستمرار المدافع بالإطلاق وقناصة الحوثي اعتلاء المباني. أصبحت منطقة شارع الخمسين وطراف كيلو 7 منطقة عسكرية مغلقة للمواجهات الممتدة لشرق كلية الهندسة وصولا لا. إلى شارع التسعين ومدينة الصالح، هذا بالجانب الأول. هناك أيضا معارك بجهة أخرى هي باتجاه جامعة الحديدة، ويحاول الحوثي من خلال حشد مقاتليه إلى تلك الجبهة لتخفيف الضغط عن ما يحدث شرق المدينة من تقدم، ويحاول إرجاع قوات المشتركة إلى قرية منظر، ولكن ما يلبث إلا أن تتقدم في تلك المنطقة القوات المشتركة وتدحر الحوثيين، وهي تعتبر من أكثر الجبهات التي لم تتوقف على المدى 4 أشهر الماضية، وأصبحت يعني مشتعلة على مدار الساعة، والقصف والطيران مستمر فيها، خاصة أنها تطل على أحياء سكنية أيضا يتسلل من خلال الحوثي وحي الربصة. أما في الطريق في الاتجاه الثالث هو طريق اتجاه كيلو 16، هناك تقدم حدث في اليومين الماضيين باتجاه قوس المطر وكيلو 14، وأصبحت القوات المشتركة على بعد 2 كيلو فقط من طريق كيلو 16. الهدف الكلي من هذه المعركة أو الخطة التي تسعى إليها القوات المشتركة هي قطع طريق الإمداد من اتجاهين، اتجاه كيلو 16 عن طريق مثلث كيلو 16، وقطع أيضا طريق خط الشام ومحاصرة الحوثي في الداخل. هناك طبعا أيضا جانب إنساني للأسف يتفاقم مع استمرار المعارك. نعم، قبل أن ندخل للجانب الإنساني أستاذ بسيم، يعني أود أن أسألك أيضا، يعني هل تعتقد أن الرئاسة والتحالف اليوم فعلا جادين في موضوع انتزاع الحديدة من يد الميليشيا، أم أن الأمر كسابقته من الوعود؟ هذه ربما ثالث مرة نتحدث فيها عن
تحرير الحديدة؟ نعم، إذا كانت هناك لا يوجد ضغوط دولية لإيقاف العملية العسكرية بالتأكيد ستكون جادة، خاصة أن هناك يعني تضحية كبيرة يعني خلال الأيام الماضية في دخول أطراف المدينة، وأعتقد أن التقدم الذي حصل عبر الحزام الأخضر هو واضح جدا أنه يسعى إلى تطويق المدينة فقط وليس الدخول إلى داخل الأحياء السكنية، وخاصة أن الحوثي يستعد لحرب شوارع داخل المدينة ستكون الكارثة كبيرة جدا ومضاعفة. أعتقد أن الغرض من ما يحدث هو تطويق المدينة بشكل أساسي، هو الهدف الرئيسي من تلك العملية. أعتقد أن الموضوع يعني لحد الآن هو جاد، ولكن هناك عوائق كثيرة يعني تحيل دون تقدم القوات المشتركة، خاصة باتجاه الطريق الشمالي للمدخل الشمالي لمدينة الحديدة. هناك يعني حقول ألغام كبيرة جدا، أيضا هناك استغلال من الحوثي للمرافق أو المباني السكنية المطلة على شرق الخمسين واعتلاء الأسطح واعتلاء اليوم عدد من المرافق الطبية والمصانع واستخدام القناصة لتلك البنايات التي يتواجد فيها مدنيين، وقنف تقدم القوات المشتركة وهو ما يشكل خطر على تلك الولايات السكان. وهناك مناشدات مستمرة، خاصة أن هناك أيضا من قبل مدافع الحوثي لا زالت تنتشر بشكل كبير داخل الأحياء السكنية، وأصبحت تطلق بكثافة قذائفها باتجاه الحزام الأخضر وشرق شارع 50 وخلف كلية الهندسة وصولا إلى شارع 90. نعم، إذا أستاذ بسيم، يعني سحب الحديدة ومنائها أيضا من تحت يد الميليشيا، هل يشكل فارقا في موازين القوة العسكرية؟ نعم، أنا أعتقد أنه 70% من إمدادات الحوثي للعملية العسكرية في كافة الجبهات هي تأتي مواردها من ميناء الحديدة. اليوم ميناء الحديدة خاصة في المشتقات النفطية، كل ما يصل إلى الميناء من مشتقات نفطية ويوزع في السوق السوداء هو لشركات وهمية تتبع محمد عبد السلام وتتبع محمد علي الحوثي وتتبع قيادات حوثية. أسماء جديدة ظهرت وشركات جديدة للاستيراد البترولي ظهرت خلال السنتين والثلاث سنوات الماضية لم يكن يعلم بها احد، واسماء وهميه. اليوم الميناء يشكل يعني مورد رئيسي لتغذيه الحرب واستمرارها في كافه ربوع اليمن، خاصه ان الحوثيين يعني واليوم الاستبسال الذي نرى من الحوثيين والحشد المستمر والضحى يعني القتلى الذين يصلون باليوم بالعشرات لم يكونوا بالمئات، يعني من اجل عدم ايجاد اي تقدم نحو الميناء أو حتى الوصول إلى يعني خط الذي يصل مدينة الحديدة وهو الأخير بأي محافظات أخرى. أعتقد أنه يعني باتت واضحة أن الميناء يشكل فعلا مورد كبير جدا للحوثيين. إذن لو تحدثنا عن أيضا الكلفة والخسائر لهذه الحرب، خاصة في مجال الإنسان المدني، الوضع الإنساني كارثي في الحديدة قبل هذه المعركة وربما يزداد كارثية أثناءها، هل حدثتنا عن هذه النقطة؟ نعم، هناك طبعا عندما بدأت العمليات لدخول المدينة بجوار مطار الحديدة قبل 4 أشهر تقريبا أو 5 أشهر كان الوضع جدا في عملية مفاقم متفاقم وكبير جدا في عملية النزوح الإنساني لأبناء المدينة ونزح معظم سكان المدينة إلى صنعاء وإلى محافظات أخرى. قبل شهرين بالتحديد عادوا معظم السكان إلى منازلهم بعد أن حاولت ميليشيا الحوثي اقتحام كثير من المنازل والاستيلاء عليها. واليوم مع دخول المعارك أصبحوا كثير من السكان متواجدين داخل المدينة، وخاصة المحادين أو المنازل المحادية للاشتباكات في اطراف 7 يوليو وشارع 50 وأيضا في شارع 90. اليوم باتوا اليوم الثالث محاصرين داخل منازلهم تحت وطأة القصف والشظايا والقذائف، وهناك يعني ربما حتى الآن أكثر من 6 ضحيات مدنية في بعض الأحياء نتيجة الرصاص الراجع وأيضا القذائف التي بعضها سقط على مصانع ومرافق طبية في 7 يوليو، أيضا منازل وأحياء سكنية. الوضع جدا يعني سيء، هناك خوف وحالة هلع في أوساط السكان، خاصة أن 70% من شبكات اتصالات الإنترنت تم قطعها على السكان ولا يعرفون ما يدور حولهم. هناك يعني توجس وخوف كبير يعني من ما يحدث، خاصة مع استمرار المعارك، وفي حال أنها طالت
ستكون المعاناة والكلفة ضعيفة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الصحفي بسيم الجناني، كنت معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف. وعودة إليك أستاذ وديع. أستاذ وديع، ربما في بداية حديث الأستاذ بسيم يعني تحدث عن النقاط التي يعني تجري فيها المعركة الآن، وأنت كنت تود أن تشير إلى هذه النقاط عبر الخريطة، تفضل. أنا كنت أريد أن أشير بأنه الهدف العسكري من هذه العملية المباغتة إن صح التعبير اللي على الحوثيين أو داخل في مدينة الحديدة هي الوصول إلى ميناء الحديدة بأقل كلفة ممكنة بالنسبة للإمارات، وأن تسابق الزمن قبل انتهاء 30 يوم الذي حددها ماتيس وبامبيو، لكي يكون هناك تحقيق سياسي معين يخرج به التحالف أو تخرج به الإمارات بشكل رئيسي، لتستكمل أيضا خط سيرها وخط يعني سيطرتها على كافة الموانئ الأهم على مستوى الجمهورية اليمنية. بالسيطرة على مدينة الحديدة أعتقد بأنه سيتم عزل الحوثيين جغرافيا تماما وسيذهبون إلى الجبال. أعتقد بأن العملية العسكرية أيضا بهدفها هدفها الآن بشكل رئيسي هو عزل الحوثيين داخل مدينة الحديدة وخنقهم، أيضا لم يبقى لهم من منفذ إلا منفذ نقطة الشام المؤدية إلى حرض، ومنها أيضا إلى حجة، ومنها إلى صنعاء أيضا كمنفذ رئيسي واحد. ما لم فإن الحصار أعتقد بأنه سيكون له أيضا تبعات سيئة للأسف، ليس على الحوثيين بشكل خاص بل على المدنيين. لدينا أكثر من 400 ألف نسمة داخل مدينة الحديدة قد يعانون معاناة إنسانية ونشهد كوارث إنسانية غير مسبوقة على مستوى الأزمة اليمنية منذ بداية الحرب حتى الآن. هذا الشيء. الشيء الثاني بأنه الحوثيين لا يمكن أن يستسلموا بسهولة، لأنهم قد يعني قد يوقعون كثير من المجازر داخل مدنيين للفت نظر المجتمع الدولي أيضا لإيقاف الحرب، أو على الأقل لتأمين ممرات آمنة لهم للخروج، لكنهم سيكونون قد أوقعوا الحديدة وأوقعوا فيها كثير من المجازر. أنا أتمنى من المنظمات الدولية أن تواكب هذا العمل العسكري أيضا بتواجد حقيقي مثلها، يعني باعتبار اليمن مثلها مثل أي دولة في العالم تشهد نزاعات مسلحة، ولا بد من التواجد في أتون هذه الحرب لإنقاذ الأطفال على الأقل والنساء والعجزة والمرضى الذين اليوم أصبحوا محرومين حتى على الأقل من حق التداوي وداخل المستشفيات التي يسيطر عليها أغلب الحوثيين اليوم. مستشفيات كبيرة زي الجمهوري، زي الثورة، زي العلفي، هذه المستشفيات يعني العلفي والثورة أكبر مستشفيات في الحديدة، هذه أصبحت اليوم في قبضة الحوثيين. بل المستشفيات الخاصة اليوم أصبح يفرض عليها بأن تستقبل حالات يعني الجرحى من الحوثيين على حساب احتياج المواطنين. هذه نقطة. في نقطة أيضا تتعلق بالجانب الإنساني أيضا، بأنه للأسف بعد تكرار الإعلانات الإماراتية للعمليات العسكرية ومنحها فرصة للحوثيين بأن يتم تعزيز تواجدهم داخل مدينة الحديدة، لجأوا إلى ما يسمى يعني زي قصة علي بابا والأربعين حرامي بالضبط. يعني نزلوا لجان على أساس تحصر من هم متواجدين داخل مدينة الحديدة وتحصر من نزحوا، وعلموا على البيوت بإشارات معينة وكأنهم يشيروا للصوص والعصابات أن هذه البيوت ستكون فارغة فعليكم أيضا. وفعلا تم يعني نهب والسطو كثير من البيوت. يعني مع الأسف طول أمد هذه الفترة التي منحتها الإمارات للحوثيين اضطر بعض النازحين أيضا خصوصا الذين لم يجدوا متسعا في صنعاء أو في عدن، نعم، وبسبب الأحداث التي حصلت والإجارات، نعم، المرتفعة لم يجدوا يعني من يغطي لهم قيمة الإيجارات، لم يجدوا من يوافي مثلا بالإغاثة الكافية، يعني الإيواء، هذه الأمور جعلتهم يعودوا إلى منازلهم، بعضهم وجد بيوته قد نزحت. واليوم للأسف خاصة الذين عادوا إلى الربصة وإلى غليل، وإذا يعني وللعلم أيضا بأن 20% تقريبا من سكان مدينة الحديدة هم سكان صفيح، تقريبا يعني نقطة فرص العيش بالنسبة لهم تكاد تكون صفر، القدرة المعيشية والشرائية بالنسبة لكثير من سكان مدينة الحديدة منعدمة تماما. هناك كارثة حقيقية بوادرها ستتكشف لدينا بشكل مؤسف. الجميع يعلم يعني مدى الحالة الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الحديدة ذاتا، يعني قبل الأحداث وقبل، ولكن يعني وربما نحن تحدثنا مجرد أن تم الإعلان عن معركة الحديدة، هل سيتم استيعاب من سينزحون، من سيتأثرون بهذه الحرب؟ لكن للأسف شديد ما ظهر أن الجانب الإنساني مغيب تماما في هذه المعركة من كلا الطرفين. أنا في أكثر من مرة طالبت اللجنة العليا للإغاثة ممثلة بعبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة وجمال بالفقيه الذي هو المنسق العام للإغاثة في اليمن بأنه لابد من تواجد لجان استقبال للنازحين في منافذ على الأقل في المنافذ المؤدية للمناطق التي فيها الشرعية. كثير من النازحين يستوقفوا على أبواب حلاحق على أبواب عدن لساعات، وبعضهم يضطر للأسف أن يذهب إلى المدارس في المناطق التي يتم استيقافهم فيها، لا يراعى فيهم حالة المرض.
أنا في هذا الحديث لا أريد أن يساء فهمي أيضا بأننا أريد إيقاف الحرب في الحديدة، بل أنا أقول بأن الحسم ضرورة إنسانية اليوم، لأنه لابد من حسم المعركة يعني لرحمة الناس داخل مدينة الحديدة، لأنه الحسم اليوم سينقذ كثير من الناس الذين لا يزالون عرضة للابتزاز، عرضة للاعتقال، عرضة للنهب من قبل الحوثيين. لا تزال الضرائب مفروضة عليهم، الزكوات لا يفرضون عليها بشكل يعني على بعض التجار بشكل انتقائي، الإغاثة ولا تزال حتى الآن أكبر مخازن السلاح على الإغاثة على مستوى الجمهورية متواجدة في مدينة حديدة وفي قبضة الحوثيين، ويتم توزيعها بشكل انتقائي، وهناك من يحرم بسبب انتماءات سياسية أو أنه لديه أقارب مثلا ينتموا إلى الشرعية. هذه شيء، هناك أيضا يعني هناك مآسي قد تتكشف لنا في الأيام المقبلة. لذلك أنا بالنسبة لي كابن أيضا لهذه المحافظة وقد أعبر عن قسم كبير من أبناء المحافظة، أقول بأن الأولوية الآن في معركتنا هذه التخلص أولا من الحوثي، فيما يتعلق بسؤال السيادة، فيما يتعلق بالحوار بين الإمارات واليمن كسيادة، أعتقد بأن هذا السؤال يجب أن يرد عليه الرئيس عبد الرب منصور هادي كرئيس شرعي، وإلا هو ليس محللا مثلا لأي انتهاك للسيادة في اليمن، ليس محللا لبيع كرامة اليمنيين، ولن يتمتع بأي شرعية إذا ما نزعت عنه الشرعية الشعبية التي منحته الشرعية الدستورية بالتالي. لكن عبد الرب منصور هادي بدون شرعية شعبية، حينما تنزع منه الشرعية الشعبية بسبب تواطئه مثلا مع الإمارات أو مع السعودية أو مع أي دولة كانت لنزع كرامة اليمنيين أو السطو على سيادتهم أو امتهانهم داخل أراضيهم أو السيطرة حتى على كل المقدرات، ونصبح وكأننا غرباء داخل، يعني يؤسفني جدا اليوم. وفي هذه اللحظات أيضا، قبل لحظات أيضا بلغني خبر مثلا وفاة والدة الوزير نايف البكري رحمه الله وأعزه في هذه اللحظة. اليوم نايف البكري قائد المقاومة في عدن لا يستطيع أن يعود إلى عدن، بينما وزيرة إماراتية تتمشى وتتمخطر في كل المرافق داخل عدن. ربما هذا ما يعني يجعل البعض يتساءل، يعني ماذا بعد التحرير؟ هل ستسلم فعلا الحكومة الشرعية؟ أم أن الأمر طالما هو مرهون بيد الإمارات أن تضاف يعني مدينة أخرى لتنضم تحت سيطرتها؟ من المؤسف أن أقول بأن المعطيات لا تطمئني أنا كمراقب ومتابع لهذا الوضع. لماذا؟ لأنه حتى الآن هناك عملية مشبوهة ومكشوفة بالنسبة لنا كمتابعين أو كأبناء لهذه الأرض، لأبناء الحديدة وأبناء اليمن بشكل عام. يتم تجاهل وعزل قيادات المقاومة من أبناء التهامة، خصوصا القيادات الكبيرة التي كانت لها دور مثلا في التجنيد والحشد، وتم استخدامهم وكأنه تم استخدامهم فقط لفترة مؤقتة، عبد الرحمن حجري والقيادة السلفية من أبناء التهامة خصوصا محسوبين على تيار مقبل الوادعي، يتم استخدامهم للتجنيد والحشد، ويقدمون الدماء من أجل التهامة ومن أجل اليمن ومن أجل الوطن ودفاعا عن الشرعية ويعني وضد الروافض، ويقاتلون بعقيدة حقيقية. لكن للأسف يتم حشد يعني أكبر عدد ممكن من أبناء الجنوب، الذي يعتبرهم هاني بن بريك في تغريداته جيشا للجنوب وليس جيشا لليمن، وحتى الآن لا يزالون حتى يعني عسكريا منفصلين تماما عن القطاع أو القسم العسكري تماما للجمهورية اليمنية، لا يتبعون هيئة رئاسة الجمهورية رئاسة الأركان، لم يزرهم حتى الآن قائد منطقة عسكرية واحدة. وفوجئت الأسبوع الذي فات أيضا بأن عبد الرحمن أبو زرعة يسمى في وكالة سبأ الرسمية بأنه قائد محور الحديدة، بينما أنا مطلع على قرار جمهوري يعني قرار رئاسي صدر من رئيس الجمهورية بأن قائد محور الحديدة هو اللواء عمر سقاف الذي كان قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة، وهو ابن المنطقة ابن مديرية الجراحي، ويستطيع أن يقود معركة حقيقية بأبناء المنطقة نفسها. هناك نقاط يعني تثير الغضب أيضا على أن الإمارات يمارسون أسوأ أنواع الابتزاز الأخلاقي تجاه أبناء المقاومة التهامية. عبد الرحمن حجري مثلا كأول من تم تبنيه إماراتيا وتم دعمه وتم إنشاء ألوية الحديدة وألوية التهامة له، لماذا لا يعلن حتى الآن قائدا عاما للعملية العسكرية مثلا للمقاومة الشعبية في تهامة؟ لماذا لا يتم حتى الآن إدماج القوات العسكرية المحسوبة على المنطقة العسكرية الخامسة التابعة يعني من أبناء الحديدة وإقليم تهامة بشكل عام مثلا؟ لماذا لا يتم إدماجهم فعلا ليقودوا معركتهم؟ يعني ربما أستاذ أودي يعني حتى يكون جزء من حديثنا فيه أو أن يكون حديثنا يعني ينصب في المصداقية، يعني لما نتساءل ونحمل الإمارات التي أتيحت لها الفرصة أن يعني تبسط سيطرتها على مدن لا أحد يسألها ما الذي تصنعينه، ما الذي تقومين به، لماذا تتحركين هذه
التحركات، يعني ألا تدان الشرعية بقضها وقضيضها وجيشها وكل مسؤول فيها عما يحدث، يعني حدث في الجنوب ما لم يحسب حسابه ولا يحمد عقبه، الآن يتكرر المشهد في الحديدة وأنت تعطي تفاصيل عن استبعاد يعني من تم تعيينهم بقرار رئاسي وتعيين آخرين وشراء ذمم وولاءات واستخدام لا أخلاقي لهؤلاء في هذه المعركة، أليس الملام الأول والأخير هي الشرعية؟ دعيني استوقفك هون عند صيغه سؤالك، لاني قلت حتى يكون في كلامنا جزء من المصداقيه، كلامنا كله مصداقيه نعم اصلا وكله قائم على الحقيقه أن يكون اصلا نعم فيه مصداقيه. الامارات تعبت في اليمن بشكل عام وليس في الحديده بس، وهذا لا يخفى. ثانيا لا نستطيع ان نتجاوز ايضا المسؤوليه الاخلاقيه ايضا على الشرعيه، لكن هناك حقيقه لا ينبغي ايضا نقفز عليها بان الشرعيه قرارها مختطف اليوم. قيادات السياسية والقيادات العسكرية والقيادات المدنية المتواجدة داخل الرياض لا أنا شخصيا لا أمن على حياتها يعني، وأعتقد ويمكن القول بأنه يعني لابد أن يتحرروا من 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 حكاية يعني من حالة الارتهان الذي هم فيه، الذين جعلهم يتجاوزوا كثير من النقاط التي تتمس السيادة اليمنية. الشرعية اليمنية بحاجة إلى أن يتوفر فيها شجعان من أمثال القبواني الصيادي قباري، نحن بحاجة إلى أن تتكرر النخبة اليمنية في الستينيات التي يعني مع كل الامتنان لجمهورية مصر العربية والتضحيات التي قامت به، إلا أن كان لدينا نخبة يعني نخبة سياسية تحترم ذاتها، تحترم هويتها، تحترم تاريخها، تحترم اليمن. جابهت جمال عبد الناصر وكانت تصارحه بكل الأخطاء التي كان يقترفها جمال عبد الناصر وعبد الحكيم، قصدي أنور السادات أو عبد الحكيم عامر، حتى زج بهم إلى السجن وكانوا لا يأبهون لهذا المصير. اليوم ما الذي يمكن عساه أن يعمله مثلا أو يفعله النخبة السياسية في الرياض والقرار مختطف، بينما فئة أيضا محسوبة على القرار السياسي من اليمن تبيع وتشتري في ذمتنا وفي كرامتنا وسيادتنا وتذهب يعني وكأنها تحج إلى الإمارات وأصبحت يعني تخاطب محمد بن زايد وكأنه ولي الأمر الشرعي داخل اليمن. يعني هناك كثير من النقاط التي يعني لابد ان نصارح بها المواطنين وحتى لا نكون نبيع الوهم على المواطنين. نعم، لانه فيما يتعلق جزء من المصارحه وليس المصداقيه. نعم، المكاشفه بمعنى. نعم، صح. نعم، سنعود لهذه النقطه استاذ وديع، وينضم معنا عبر الهاتف ايضا المحلل السياسي الدكتور علي العبسي من المانيا. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. من خلال متابعتك دكتور علي، ما هي الاهميه الاستراتيجيه التي يعني قد تحدث لمعركه الحديده؟ أعتقد معركة الحديدة وقلناها منذ فترة ومنذ بداية الحرب، ما بعد معركة الحديدة ليس كما سيكون قبلها، يعني هي نقطة تحول مركزية في مسيرة الحرب وفي مسيرة الصراع في اليمن. هي ستحدد أشياء كثيرة، هي ستشي باتجاه المعركة. يعني إذا ما تم تحرير مدينة الحديدة وإخراج القوات الحوثيين وحركة الحوثيين من الحديدة، فإن الحوثيين سيفقدون عمودا اساسيا من اعمده حكمهم في اليمن، سيفقدون المصدر الرئيسي لتمويل حركتهم وتمويل مجهودهم الحربي وحركتهم السياسيه في اليمن. فالحديده يتمثل 70% من مصدر دخلهم من الجمارك والبضائع، ومن خلالها تم استغلال الميناء واستغلال الطابع الاقتصادي للمدينه لتمويل الحركه ولتمويل التجار المحسوبين على الحركه. فاذا ما فقدت حركه الحوثيين فأعتقد أنها ستعاني اقتصاديا كما تعاني عسكريا. وأعتقد أن الضربة ستكون ضربة اقتصادية قوية للغاية لحركة الحوثيين، لن تكون لن يعني سنرى بداية نهاية الحركة الحوثيين. نحن الآن حتى الآن نرى أن حركة الحوثيين استطاعت أن تقاوم، استطاعت أن تبقى في الأجزاء الرئيسية والمهمة من المناطق التي سيطرت عليها حتى الآن. بعد إذا ما فقدت مدينة الحديدة أعتقد أنها ستتراجع إلى اولا الى المرتفعات الجبليه وسوف تحاصر فعليا. الان الحركه الحوثيين ليست محاصره تماما، ما زال لديها منفذ على البحر تستطيع من خلاله تهريب كل شيء، السلاح والافراد والمواد لكن اذا ما فقدت هذه المدينه، اذا ما فقدت الساحل الغربي، فهي ستحاصر فعلا في المناطق الجبليه، وهناك ستصبح حركتها ضعيفه للغايه، ستصبح تمويلها ايضا محدود، وبالتالي سنبدا نشاهد نهايه الحركه ونهايه السيطره المطلقه للحركه على الاجزاء المهمه في اليمن. نعم، اذا في سياق الضغوط الدوليه التي تمارس على الحوثيين دكتور علي، هل تتوقع ان هذه المعركه هي جزء من هذه الضغوط؟
انا لا اعتقد ان هناك ضغوط على الحوثيين، لانه لا يوجد ما يمكن ان تضغط به عليهم اصلا. يعني الحركه الحوثيين هي دوليه حتى يقبل مدهد. بس يعني حتى يقبل للظهور يعني او العوده لطاوله المشاورات حتى هذه اعتقد العارفين بالوضع السياسي، المدركين لطبيعه الصراع في اليمن يدركون ان الحركه الحوثيه ليست حركه سياسيه، حركه الحوثيين حركه عقائديه، حركه ايديولوجيه، لديها تصور معين، تصور عقائدي معين لا يمكنها ان تتخلى عنه. حركه الحوثيين ليست حركه سياسيه وليست حزب سياسي حتى يدخل في مفاوضات، هي لديها حق الى يعني تعتقد ان لديها حقا الهيا معينا، وهي تعتقد انها تخوض الان جهادا وتدافع عن ضد دول تعتدي عليها وتدافع عن اليمن، وهي تقدم نفسها على حركه وطنيه. فاي تنازل من قبل الحركه او تقديم نوع ما تعتقده انه تنازل او قبول باي نوعيه من انواع التسويات السلميه هي ستعتبرها يعني تخليا عن عقيدتها وتخليا عن واجبها المقدس التي تحارب منذ سنوات ونصف عليه. انا اعتقد ان المساله الان هي تجري من قبل قوة التحالف العربي ليس لدفع الحوثيين الى طاوله المفاوضات. حتى لو تم دفعهم الى طاوله المفاوضات نحن خبرناهم حركه الحوثيين ليست حركه سياسيه، ليسوا مستعدين للتنازل عن شيء. يجب ان تجبرهم على التنازل عن يعني يجب ان تجبرهم على ذلك، ليس تتفاوض معهم. هم غير هم حتى سياسيا غير مستعدين حتى لممارسه مناورات سياسيه. يعني حتى المناوره السياسيه او ما يمكن ان نسميه ما كانت بارعا في نظام صالح في المناوره السياسيه وتقديم مبادرات لا يقصدها او مجرد كسب الوقت او تضييعي او المناورات، حتى الحوثيين غير مستعدين لممارستها. هم لديهم موقف ثابت وايديولوجي وعقائدي ولا يتزحزحون عنه. ما يجري الان هو محاوله القوى التحالف العربي او التحالف الاماراتي السعودي لاستباق المهله التي وضعتها الولايات المتحده الامريكيه لبدء المفاوضات. هم تم اعطائهم 30 يوما لانجاز ما يستطيعون انجازه، للكسب اكبر قدر ممكن من الاراضي وانتزاع اكبر قدر ممكن من الاراضي من حركه الحوثيين. نعم. ودعينا الان نشاهد، لو راقبنا الان وسائل الاعلام الاماراتيه والسعوديه عن تغطيتها للمعارك الحديده، هي توقفت عن ذكر التحالف العربي نهائيا. هي تتكلم الان عن قوات الجيش اليمني، قوات الشرعيه اليمنيه، من تقوم حتى مساله انه بدعم من التحالف او دعم من طيران التحالف لم تعد تذكرها الان. الان اصبحت الامارات والمملكه العربيه السعوديه تريد ان تخرج من الصوره الرئيسيه للحرب في اليمن، هي تريد ان تنأى بنفسها الان، هي بعد الضغوط الدوليه وبعد الادانه الدوليه وبعد الموقف الامريكي القوي في هذا المجال، هي تريد الان ان تقول ان المعركه الان هي دائره بين اطراف يمنيه وهي ليست لها دخل. فاعتقد ان الحركه التصعيد العسكري الواقع حاليا في اكثر من جبهه هو بقصد تخليص اكبر قدر ممكن من الاراضي من ايدي الحوثيين، لانهم لا لم يعد بامكانهم اتخاذ قرار حرب مره اخرى. المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات كانت تحتكر اتخاذ قرار حرب حتى بدون الحكومه الشرعيه. حتى الحكومة الشرعية لم تكن تمتلك حق اتخاذ السنة في المعارك العسكرية أو اتخاذ الحرب. إذن كيف تقرأ دكتور يعني من واشنطن إلى فرنسا إلى لندن وغيرها يعني الحديث عن ضرورة إيقاف الحرب خلال شهر واحد، يعني هل يمكن قراءة المعركة في هذا السياق؟ اعتقد ان الولايات المتحده الامريكيه طبعا هي هو قرار امريكي، بقيه الدول هي تضامنت، يعني بقيه الدول هي تلقفت الدعوه الامريكيه وساندتها، لكن الموقف هو اصلا موقف امريكي. والموقف الامريكي قائم على عده عوامل، يعني الموقف الامريكي اولا هو كرد فعل لما جرى في حادثه اغتيال واعدام الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والضغط المحلي الامريكي قبل ان يكون دوليا على اداره ترامب، وربط الحادثه اصلا بحرب اليمن وما ارتكبته المملكه العربيه السعوديه من تجاوزات ومن جرائم في حق المدنيين في 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 في, في حربها في اليمن. ولذلك الاداره الامريكيه تحاول أن تنأى بنفسها عن هذا الوضع وتحاول أن تضغط على المملكة العربية السعودية، ولذلك هي قدمت هذه المبادرة حتى دون دراسة يعني سياسية يعني حقيقية. يعني حتى المبادرات التي قدمها وزير الدفاع الأمريكي هي غير واقعية أبدا، يعني هي غير واقعية وغير مقبولة، ولا أعتقد أنها سيتم لها النجاح. ولكن في
في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية قررت التدخل ووقف أو إيقاف إطلاق هذه المملكة العربية السعودية والإمارات في اليمن نهائيا. الآن هناك محاسبة، الآن هناك عقيت لهم مهلة تستطيعون خلال فترة 30 يوما هذا أن تحسموا المعركة إذا كنتم قادرين عن ذلك، أن تنتجوا أكبر قدر ممكن من الأراضي من الحوثيين إذا كنتم قادرين عن ذلك. ولكن بعد 30 يوما هذا أنا لا أعتقد المملكة العربية السعودية والإمارات ستكون قادرة على استئناف الحرب مرة أخرى بقرارها الذات. هي تحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي وإلى ضوء أخضر أيضا دولي، ولن يعود قرار الحرب بيدها، وهذا للمرة الأولى منذ 3 سنوات ونصف. المملكة العربية السعودية والدول الإمارات احتكروا قرار الحرب خلال 3 سنوات ونصف، كانوا يوقفونها وفق مصالحهم وخططهم الاستراتيجية واستأنفوها وفق هذه الخطط حتى دون التشاور حتى مع الحكومة الشرعية. لديهم هم أنشأوا قوات الموالي لهم في اليمن، الإمارات أنشأت قوات موالية لها، والمملكة العربية السعودية أيضا يعني تدعم قادة عسكرية معينين، ولديها أيضا تحالفات قبلية وتحالفات سياسية مع طرف معينة. كانت الكل كان يتجه للحكومة الشرعية ويحتكر اتخاذ قرار حرب. الآن هذا المسألة توقفت، الآن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت هذا القرار من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، والآن ما نشاهده محاولة لتدارك الأمر ومحاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الدخول في مفاوضات لا أحد يعلم متى ستنتهي. نحن نعلم متى ستبدأ ولكن لا نعلم متى ستنتهي. ولذلك أنا أرى أن المعركة الحالية الآن هي آخر معركة للمملكة العربية السعودية في اليمن بهذا الحج. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة لك أستاذ وديع، وكنا نتحدث عن الدور المسلوب للحكومة الشرعية في يعني اتخاذ أبسط القرارات في معركة الحديدة وفي إدارة البلد بشكل عام. في هذا السياق دعينا أيضا أن أرسل إشارات أيضا للمستقبل ولمن يتابعنا الآن. أقول قد تذكرون كلايوم مستقبلا، يعني اليمن ما بعد الحديدة ستختلف تماما عما قبلها، سواء الخارطة السياسية أو الخارطة العسكرية. إذا حررت الحديدة، تحرير الحديدة سيحمل كثير من الأبعاد، يعني تتجاوز البعد العسكري فقط في السياق الحالي الآن. يعني المكسب الوحيد الذي يريده الآن مواطنين في أبناء الحديدة وأبناء اليمن جميعا الانعتاق من الحوثيين. تحت هذا العنوان تتدخل الإمارات كمنقذ ضد من الحوثيين، تمام، لكن الإمارات تريد أن تكرس من الحديدة منطقة عسكرية خاصة بفئة سياسية معينة، وستكرس أيضا انقسام النسيج العسكري. يعني العقيدة اليمنية، العقيدة الوطنية للجيش اليمني تكاد تكون موزعة اليوم ما بين جيوش داخل الجمهورية اليمنية. اليوم ما يسمى بالجيش الوطني التابع للشرعية اليمنية لا تعترف به تشكيلات عسكرية معينة تتبع الإمارات. الإعلام الإماراتي والسعودي حتى الآن لا يتعامل بشكل جاد ورسمي مع الجيش الوطني. يتعاملون مع الجيش الوطني مثلا في المنطقة العسكرية السابعة والمنطقة العسكرية الخامسة وكأنه جيش حزبي. بالمقابل هناك في الظل أيضا ما بين المخا والخوخة أيضا الإمارات ترعى جيش جديد لطارق عفاش، أستطيع أن أقول بأنه جيش مؤتمري أيضا، وإن كان فيه كثير من يعني وإن كان فيه قسم معين من أبناء يعني التيار السلفي، أستطيع أيضا بحسن نية أن أقول مخلصين فعلا للدين والوطن، أو يعني وأنهم يحاربون الروافض كما يقول ويسمونهم وهم كذلك. هذا الشيء، الحديدة ستكرس منطقة عسكرية منفصلة بعدين، وكأنه نفوذ جديد، خارطة جديدة ستكون مزعجة لا تتعلق بالنسيج العسكري فقط بل بالنسيج الوطني بشكل عام. هناك أيضا أسوأ من ذلك، نحن كأبناء الحديدة ستكرس علينا من جديد حالة الوصاية تحت قيادة عفاش. مع الأسف يعني عفاش أسس لهذه المرحلة التي ستأتي. يعني هناك يعني من أشار كمحللين عسكريين أن الحديدة تعد يعني كأحد أملاكه الخاصة، يعني إقليم تهامة بشكل عام. لو تلاحظ أنت حتى تقسيم الأقاليم، يعني حجة وريمة والمحويت والحديدة، هي في الحسابات الانتخابية أصلا مؤتمرية، الحاضنة المؤتمرية فيها كبيرة. أنا هنا لا أعترض عن المؤتمر الشعبي العام لأني أقول بأن هناك قطاع وطني مخلص وشريف من أبناء المؤتمر، وكثير منهم من ضوائل إلى الشرعية ويقاتل بإخلاص. لكن مع الأسف هناك أيضا قسم معين لا يزال يتبع الأسرة ويريد أن يستعيد الأسرة. طارق عفاش لم يأتي ليقاتل من أجل الجمهورية بل يقاتل انتقاما لعمه
طارق عفاش بعد أن باع الجمهورية وسلم أسلحة الحرس الجمهوري والقوات العسكرية كلها هو وعمه وسلموا الجمهورية وباعوا الدولة وباعوا الشعب وأوجدوا ما هو الآن في الحديدة. الآن سيكرس هذا وسنبدأ صفحة جديدة من الصراع وصفحة جديدة من الانقسام، وإن شاء الله ننجح في تجاوز ذلك. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الصحفي وديع عطاء، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.